الجانب أول لقربها من بغداد ثم استهداف العاصمة، والنقطة الأخرى استهداف أمن الجمهورية الإسلامية. طيب هذان أنا الجانبين مهمات فيما يتعلق أنقل بأمن لك الديانة. فقط، أما اسمح لي أستاذ الياسري، أنقل لك طيب رأي يعني مثلا نواب من ديالة، سيدة كنبش لما تقول إلى أنه استهداف قرية الإمام والشوك والريم هو استهداف ممنهج ومنظم، والهدف منه الاستيلاء على أراضي هذه القرية. ليس استيلاء بقدر ما هو كالتالي، أنا ذكرتك عندما يتضرر الأهالي ويكون هناك عجز من قبل الأجهزة الأمنية يضطر الأهالي إلى الدفاع عن أنفسهم والتصدي للمجموعات الإرهابية، وضربت لك مثل الآن في جرف النصر في هذه المناطق. ليش ندفع الأهالي بوجه المدفع أن يواجهون جيرانهم وأخوانهم، وبالتالي هذول ولد منطقة واحدة بسبب خرق أمني، بسبب عملية أنت كنت تتحدث تقول إلى أنه الكاميرات هناك تم بقدر ما هو تعطيلها أو عطلت ما أعرف، وهذا أيضا تحدث عليه الدكتور قبلها بيوم، يعني وكأنه أكو شيء مدروس لهذه المنطقة. أمنيا أولا، النقطة الأخرى أن ليس هناك محاولات تهجير بقدر ما هناك البعض ممن أبنائهم متورطين مع هذه المجموعات. 400 عائلة لم يتم تهجيرهم عزيزي، هناك محاولات لا انه مثلا لا. 400 شخص اليوم خارج منازلهم. انا اعطيك امثله، سياسي يدعو هذه العوائل الى ان اخرجوا من هذه المناطق، هم يدعون سياسيين منهم يدعون الى هذا لخلق بلبله الى ان هناك تهجير، والا من يمنع الاهالي من العوده الى جرف النصر؟ هناك سياسيين. انا ليش اطبق نظريه جرف الصخر في كل مكان؟ ليش؟ شنو الفائده اللي انا مثلا اجتني من جرف الصخر وبالتالي ابنائها هم اليوم نازحين، شنو؟ من اللي يمنعهم من العوده؟ دكتور من اللي يمنعهم من العوده؟ خلي جابك الدكتور. انا عندي ادله. اي يعني في عنده بدأت العمليات، تحركت عندنا لوائين من التدخل السريع وعندنا لواء من الجيش. نعم. او بالعكس العفو، لواء من الجيش ولواء من التدخل السريع. جاء للمنطقة ممنوع دخولها، منعوا دخولها، ما دخل. يا منطقة؟ هي منطقة الرشاد ومنطقة الإمام. أه. ممنوع دخولها، ما خلوا أحد يدخل هناك، وقالوا المنطقة مغلقة للحشد، مغلقة للحشد، يعني فقط الحشد، بس قطاعات الحشد موجودة. يعني حتى أبو الشرطة الاتحادية اللي هو جزء من عمليات الحشد ما دخل. شلون أستاذ محمد؟ مطلقا غير صحيح هذا الكلام، مطلقا كلام كل الوكالات الانبات نقلت استاذ، هذا واحد. الشيء الاخر راح اقول لك اياه او شيء مهم جدا. لا استاذ، تحدث لك من مصر. لا استاذ، احنا ليش نستخدم الارض المحروقه؟ دقيقه هسه، احنا ليش نستخدم الارض المحروقه؟ الارض المحروقه انت تعرفها، يعني هاي السياسات العسكريه القديمه، هاي اليوم اللي تستخدم اليوم عندنا بالعراق، يعني استخدمت في جرف الصخر، اليوم دي نستخدمها بالمقدادية، والدليل انه احنا اليوم عندنا القرى دي يحرقون بها 400، اكثر من 400 عائلة، البارحة كانت 349 اليوم وصلت الى 400، يعني هاي ال 400 عائلة شنو الموقف بالنسبة للدولة وموقف بالنسبة للحشد؟ خلينا نسمع منه لان احنا بالمداخلة ما نسمع. نعم. استاذ محمد تفضل. استاذ شلون بعض السياسيين من المكون السني من يدفعون الى الفوضى وإلى تهجير هؤلاء تحت عنوان تهجيرهم إلى من قبل القوات الشيعية، هذا أيضا غير صحيح مطلقا. أنا أكد لك من داخل الرشاد ومن نفس القرى المستهدفة هناك كانوا يستنجدون، لم يتم أي نجدتهم من أي جهة أمنية. كيف تقول لي منعهم؟ تم منعهم. ما حدث أن الأهالي رفعوا سلاحهم وذهبوا باتجاه القرى التي تسللت منها المجموعات الإرهابية، هذا الذي حدث.